انت ايش تبغي قعدت لو تبيوت لان لو تصليه انتو ليش في راس خليفة هاكر الحين تبغى تموت وترى ما بقي لي هذا شيء الكلمة خرا. هي ودتني صول قبل شوية خير ارجعوا يلا رجعين تعالوا عندي يا ترى الدايرة عندي يعني يجيكم جزو. دخلت بعد 3 عراقيل واحد منهم صوته يموت. قول أقول في واحد اسمه تفلة سلامات. ايوه بنعرف العشيرة. تخيلي صديق تفلة ما ادري والله شو اسمه. تخيلي شو اسمه هو اللي صوته حلو يغني. قلت أمانة كل يوم في العشيرة أغني. ارسل فايس ارسل صوت مقطع. أقولش تخيلي الأذولة تفلة وصديقي. طبعا لبست البدلة ذيك اللي كل شيء كل مسج يوم أبقص يجي كل مسج يوم أطيح كل مسج. قال هذا لو يجي إيه لو في اللعبة نعال طلع كل تخيلي. قلت له يا ليت والله أمس كنا أنا صديقاتي قلت يا ليت إن في نعال بالله. تخيلي نورة قالت كان شوتك أصلا تخيلي قالت كل العراقيين يقتلون بالنعال. قلت تتحقق أمنية العراقيين لأنه بالنعال بالنعال نضربكم بالنعال بالنعال يابا. أقول له أقول ما تدوت أسلح أقول يدور بالنعال علشان يفنشوش كذا ينوكوش بعدين يجوا بالنعال. لحظة طيب ابشر طيب بس باخذ بطلع فوق السطح اخذ والله عندكم طيب باخذ سلاح بس ابحث هذه الرياض عندها دقيقة امل وانا بقتل اما جد يقول فقعت يا راس ابوي بالنعال يما ذا حمود على سوالف العراقية رياض هذا حمود سلامات مسكر انا واتش اوت عادي صر ما بسكر الطاقم طيب يا ملعون وين سمع قسم بالله قسم بالله ما ابغى اتكلم اقول تدري رياض نوره زي نوره هذيك تيك توك وزوجها اللي تضرب المعنف انا ايش انت زوجتي معنف انا اعنفك مرسك بشعره شفتي يقول لها تقول لها قال بتسحب بشعري وبتضربني وبتفصني اقول لا شفتوها امس يوم تقول ابعد من ورايا قاعد اسوي توتوريال للناس وهو واقف وراها مسكين يحسن طيب ابشر يا بابا لا احس ما يبغى بس تركز بس سالفه والله انه ما هو طبيعي اقسم بالله مو لا الطبيعي لازم يمثل تبغى ننشر تبغى فلوس يلا سو كذا مثل بس مستحيل هم حياتهم كذا فهمتي احس هم كذا وضعهم يقول مبسوطة على كلام العراقيين هو عارفني انا والله شوفي كلام بصراحة حلو ها هو يعرف اني قاعد العب معاه يو يا بنات اوف ملك وش وداش هناك ني ماما تبغاني اموت انتبهولي انتبهولي ها قلت لكم تعالوا عندي اصلا الدايرة يعني عندي ما هي انتبهوا لي بقى اروح عند جوزي زوجي اروح زوجي حبيبي زوجي ما بغى يعنفني مارك ذا لوكيشن قلت سعادة عواطف يما ايش في لا في حالة خطر هي ما عندي احد يا كلبة ملعونة في ناس بتشو علينا ليش انا في البيت متسوسة عمى جوعية من حالي امشي يا كلبة
أنا ما أقدر أتحرك قاعدة في الدكة. ألو 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 لا أنا ما أسكش يا ما تيم كامل يا ريم هذي اللي كان اللي يقول لي يا أبو قلب أسود اللي تحت الطيارة لا لحظة لحظة هذا اللي كان تحت السيف والله العظيم أيوة هذي اللي كان تحت الطيارة بالطاوة تشوفي بالطاوة ما والله وين 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 انا هذه الزق نزلتنا هنا انا ايش قلت انا ايش قلت امشي وين صح الحيوان خلي بعلم عليها زوجي حبيبي طماط طماطي طميتم